الأسفار الحديثة برباط نظمت معرض لصور لمدينة الرباط ما بين أمس واليوم. وهذه الفكرة جات بناء على أن مدينة الرباط مدينة الأنوار والعاصمة، وبغينا نبدلوا الاسم نقولوا مدينة سياحية حتى هي، لأنه تتمتاج بأماكن سياحية وهذا، ولكن ما عندهاش تلك الصيغة أو تلك الكمية اللي بغينا ديال السياحة اللي خرجوا منها. ولهذا نظمنا هذا المعرض باش نعلموا الناس المسؤولين السلطات والجماعة والعمدة والمكتب المغربي الوطني للسياحة والمندوب ديال السياحة ديال الرباط، باش نبينوا له أنه في الرباط كاين ما يدار وكاين ما يتشاف. إذن حنا وجدنا هذا المعرض باش أو من عندهم واحد المبادرة ديال أنهم يقدموا لنا واحد الشيء لهذه مدينة الأنوار. ولكن مع كامل الأسف ما حتى واحد ما حضر من هذا، لا من جهة ولا من العمدة ولا من المكتب المغربي للسياحة ولا من وزارة السياحة ولا من المندوبية. ولكن مع ذلك الحمد لله كان عليه إقبال منقطع النظر، ما كان عليه إقبال كثير بالنسبة للناس. وشحال من واحد قال لك علاش درتي تلك المدة القصيرة، علاش ما ديروش نص شهر ولا شهر كامل تخليه باش الناس يشوفوا شنو عندنا في الرباط. إذن أنا هذا درته نداء لهاد الناس المسؤولين. بعد ما داز المعرض في خلال المدة ديالو ديال 4 أيام، راسلت المسؤولين مجموعين كذلك، قلنا لهم على كيفاش دارت والمرحلة، وبذلك رسالة مع معززة بصور ديال USB ديال المدة ديال المعرض والناس اللي كانوا والصور والمذكرة اللي كانت تتجرى ما بين الأشخاص الناس اللي مهتمين بهذا الميدان. هذا الدستور ديال 2011 غير نمط الحياة بشكل مزيان. ماذا؟ أنه خدا الجهة. إذن احنا عندنا 12 جهة وكل جهة مسؤولة على جهتها، بمعنى أنه الجهة ديالنا خصها تنوض وتقلب وتبحث وتدرس وتجمع مع الناس المسؤولين ديال السياحة وديال وكالات الأسفار وديال الفنادق وديال هذا، ودير دراسة معهم وشوف شنو سبب هذا الخمول. أنا تسميه خمول. فاحنا عندنا كيف قلت انت عندنا مآثر ما شاء الله، عندنا مآثر تاريخية في الرباط بحال فاس بحال مكناس، ولكن جوج حاجات اللي هما بعض الناس ولا بعض الجهات ولا بعض المكاتب مهتمين بهم هما مراكش وأكادير، عاطينهم أكثر ما يستحقون، بحيث حتى الرباط وفاس ومكناس، أنا ماشي تقول غير الرباط في المثل، حتى مدن أخرى حتى يخص تنوض الجهة وينوض العمدة وتنوض وينوض الوالي وينوض المكتب المغربي الوطني للسياحة اللي عنده حتى هو ما شاء الله مبالغ يصرفها، ينوض حتى هو يشوف شنو يجمع الناس ديال الحفا ويشوفوا شنو باش نمشيو لقدام. وأنا مختص في السياحة، ما مختصش لا في المعارض ولا في الصور، فعجبني بزاف وتنتمنى أنني الفكر من هنا مستقبلا نديرو علاش ما يدار شيء وعلاش ما يتعاود شيء. واخا اننا زعما بدلنا عليه واحد المجهود مجموعين، لا سي مصطفى ولا انا، بدلنا فيه واحد المجهود جبار، والحمد لله فرحنا بزاف لانه نجح. ولكن مازال تتسناو الصدى من الناس المسؤولين باش يشوفوا. احنا كان من الموضوع من خلال الكلمه اللي كنت لقيت اننا بغينا نديروا واحد اللوجينه بعد ما نساليو من هذا المعرض، لما يجيو هاد الناس المسؤولين هذا يديروا اللوجينه، وهاد اللوجينه غتجلس وتدرس الصعاب اللي عندنا في الرباط وشنو هما المشاكل وشنو يمكننا نديروا باش ننميو السياحه ديال مدينه الرباط. الفكره ديال المعرض جات من عند السي الحاج حميد بن علي، كنت جالس انا وياه كنهضروا، وجدنا واحد العمل بسيط كان محتاج ليه، وملي شاف الصور اقترح عليا علاش ما يكونش هذا الشيء في معرض. انا حبيت الفكره، قلت له نتوكلوا على الله ونشتغلوا. بدينا كنشتغلوا، خدنا واحد شويه ديال الوقت،
فكما كتعرف على ان بدينا بالمآثر التاريخيه اللي هي مدينه شاله وقصبه الودايه حسان طارح. من بعد دزنا المرحله الثانيه اللي هي مرحله ديال البرج ديال محمد السادس، القنطره ديال محمد السادس، المسرح الكبير. بدينا كنتوسعوا في الصور، بدا الطموح كيكبر. قلنا نديروا معرض على مدينه الرباط باش نعرفوا بها كمدينه سياحيه وليست مدينه اداريه كما يعتبرها الجميع. لهذا الفكره بدينا كنتشجعوا، انا كنزيد شويه والحاج حتى هو كيشجعني، لان ما بخلش عليا بالتشجيع ديالو بكل صراحه على جميع المستويات. والحمد لله المعرض لقى واحد الاقبال كبير، كان الحضور جيد، حضروا شخصيات اللي كيفهموا في الميدان، وحضروا صحفيين ومصورين اللي انبهروا بكل صراحه، انبهروا لانهم اصدقاء ديالي وزملاء اللي عاشروني في الوقت اللي كنت انا مازال كنشتغل، فعجبتهم الفكره. وهي وتا الناس المسؤولين ديال وزاره الثقافه قالك اول مره كيدار معرض على مدينه الرباط بهذا الشكل هذا. اطار الايام ديال المعرض جاء حضر السيد الكاتب العام ديال وزاره الثقافه، واستغرب من المده القصيره اللي تعطاتنا. قال أبدي هذا معرض جميل جدا، وكان خاصو يكون على الاقل 30 يوم. قلنا له أبدي هذه هي المده اللي عطاونا وزاره الثقافه، نتمنوا المره الجايه ان شاء الله يعطيونا اكثر. وحضر واحد مسؤول كبير ديال في الدوله، حتى هو جا وعجبه، فاقترح علينا شهرين. قال لك عيب وعار هذا الشيء على مدينه الرباط وما حضروش المسؤولين اللي كيهمهم الامر، وعاطينكم اسبوع.